طب والإحصائيات شفتها إزاي؟ بصي، هو الزمالك محتاج، يعني خسارة الزمالك ولا فريق منافس؟ الزمالك، لا خليني في الزمالك. الزمالك يعني لو احنا قسمنا كده نقول ايه التهديف، وعندنا الدفاع والتهديف متقسمين على 3 حاجات: لعيبة ارتكاز، صانع العاب، والكاتر او اللي هم الشوترز وخلافه. فاحنا عندنا عدم تواجد، عدم قوة في ال3 مراكز. ما عندناش صانع العاب. انا طبعا هتكلم على الجيل بتاعي زي هشام ابو سريع اللي كان بينقل الملعب في ثانية، فاللي بيقود الملعب مفيش قيادة في الملعب. دي نقطة يعني انا شايفها واضحة وصريحة، مفيش قائد. يمكن اختلاف السن، اختلاف الباك جراوند، حاجات كتيرة جدا. لعيبة ارتكاز، يمكن لما الشريط اللي اشتغل في ذكرياتنا قبل كده، لو حضرتك شفتي احنا كل الفرق اللي انا لعبت فيها احنا كان في مينيمم 4 بيفوتات، ويمكن 5. الخامس ما كانش بيتأيد عشان الكترات تنزل. طب الكترات كان مين؟ كان في حسين سمير، كان في هيثم، كان في السحارتي، واطوال. التوليفه دي مش موجوده، فبالتالي معانا راشز للجيل القديم. بالظبط. فاحنا توليفه البيفوتات مش موجوده. احنا دلوقتي في بيفوت ونص في الملعب، بيفوتين بالعافيه. بشكر يعني بدون قطع كلام حضرتك، انا بشكر الكنترول لانهم دايما بنحلم، احنا والضيوف، يبقى احنا والضيوف بنتكلم تلاقي دايما الناس الجميله اللي قاعدين في الكنترول، بروديوسرز واخراج يعني المشكله كل احنا عايزين الناس. نجيب الذكريات بقى دلوقتي. شفت بقى، عايزين نجيب شفت الذكريات الحلوه جابوها لك ازاي، شكرا بجد. لا، والجمهور، احنا هنا كان الجمهور بالالاف في الملعب، يعني سواء استاد القاهره او نادي الزمالك كان الاف يعني. فهو في مركز الارتكاز ناقصه لعيبه، ناقصه سيطره، ناقصه ريباوند، ناقصه قوه، ناقصه ان انا انزل ما حدش ياخد مني الكوره، ان انا ابقى عنيف، ان انا اساعد البلاي ميكر يطلع بالكوره. الحاجات دي كنا بنعملها من غير خطه مدرب. انا مش هسيب هشام طالع بالملعب وبيضغط عليه، لا، هروح اطلعه، هاخد فاول مش مشكله، المره الاولانيه هعمل له فاول، مره ثانيه هيطلع. فالحاجات دي كلها مش موجوده. طبعا حته الكاتر دي برضو موجود، طبعا عناصر كويسه جدا، وانا مش بعيب في فرقه كويسه جدا، لكن ناقصها العناصر اللي تخليها بقى تفرق، ان انا ابقى متساوي مع المنافس. لا طبعا، هم احنا قلنا الكلام ده وهنفضل نقوله، دول ولادنا هندعمهم في كل الاحوال، هنفضل وراهم لحد ما يروحوا للطريق الصحيح. ده دورنا، دورنا كاعلام داخل قناه نادي الزمالك، ان احنا بندعمهم لحد ما نوصل بيهم للطريق الصحيح. سياسه التقطيع مش هتجيب نتيجه، سياسه الانتقاد الهدام مش هتجيب نتيجه. ده صحيح. احنا بنتكلم في احصائيات، بنتكلم في حلول، بنتكلم في هو ايه اللي مخلينا عاملين كده. لكن كدعم احنا كل الدعم ليهم، لان دي اول بطوله او تاني بطوله في الموسم. لسه عندك بطولة واثنين وثلاثة، مش نهاية العالم، مش نهاية العالم. أنا لو هفضل أشتغل على نفسي طول السيزن ده لحد ما أوديهم للطريق الصحيح، مش دي القضية. المهم إن أنا أبقى ماشي صح، إن أنا أبقى ماشي رايح تجاه الطريق الصحيح، ما بقاش ماشي بقى وخلاص، يعني اللي هو إيه، قاعدين ماشيين وبنخسر أو بنكسب زي ما تيجي. مفيش خطة، مفيش خطة ممنهجة للفترة اللي جاية. فده اللي احنا بنتكلم فيه. بس الفرقة هتعلى، انا اؤكد لك واؤكد للجمهور، الفرقة انا قلت كده مستواها هيعلى. انا قلت هي بادية بشكل ما، ومرتبط، خلي بالك، مرتبط ده بيبقى يعني حلقة في رقبتك او سلسلة تقيلة لو المرتبط بتاعك مش شايلك. ولسه في بداية السيزون. وحتى المرتبط صحيح خسروا، بس كانت نتائجهم، انا ما بحبش اقول الكلمه دي، بس انت شايف ان الدنيا اتحسنت عن السيزون اللي فات. ما صح صح، السيزون اللي فات انت كنت بتخسر ارقام، اللي هو يا جماعه ايه التهريج ده، ايه الارقام دي، ما ينفعش نادي الزمالك يروح يخسر في المرتبط بالارقام دي. النهارده شايفين انه لا، الدنيا متحسنه شويه، زي ما شفنا مثلا السيزون اللي فات الزمالك كان رايح بيلاعب الاهلي بدون محترف وبدون اي حاجه، وكان عامل ماتشات احسن من كده. ده صحيح. في الدرجة الأولى المرتبط كان عامل ماتشات وحشة جدا. السنة دي أو في الماتشين دول الوضع اختلف شوية، حاسس إن لا، الدرجة الأولى الدنيا تراجعت شوية، والمفروض إن عندهم أحسن، وهم بينوا لنا الأحسن في الدورات المجمعة وفي مباراة السوبر، لكن تراجعوا في الماتشين دول، بينما المرتبط عمل ماتشات أحسن شوية، مش أحسن حاجة، لأن ده برضه لا يليق بنادي الزمالك، بس أحسن شوية. ده صحيح. فهي دي الفكرة، إحنا بنتكلم إنه
الإحصائيات، الدنيا، حاجات كتير يعني. ده صحيح. وفي نقطة تانية برضو، لو أنا قلت على الثلاث مراكز وإحنا اتفقنا إن هي محتاجة، ممكن المراكز دي دلوقتي هم الشباب اللي جوه دول يقدروا يقفوا مع نفسهم وقفة كويسة جدا، إن أنا إحنا هنعوض الفترة اللي فاتت، فده جزء. الجزء التاني ليه علاقة برضو السيزون الجاي، الله أعلم إيه اللي هيحصل، بس إن أنا ممكن أبدأ إزاي أدعم المراكز دي، ده فده نقطة تانية برضو، بس دي مستقبلية شويتين. والنقطة الثالثة المحترف اللي معانا، المحترف برضو السنة اللي فاتت كان هايل وكان فايق وكان وهو مش صغير في السن برضو عشان يبقى طيب. السنة دي هو أرهق، هو مش قادر لسبب ما، لأسباب معرفش. أنا عارف إن هو بيتمرنوا الصبح، بيتمرنوا ليني أقول بس إنه في المباراة الأخيرة هو كان بيعاني من المتحور وما كانش كويس ابدا وما قدرش حتى ينزل من بيته، يعني خليني ابقى بقول برضو. هو كان مريض الماتش بتاع الجزيره ولا اللي قبليه؟ الاهلي. ماتش الاهلي. اوكي. الاهلي الثاني. تمام. فانا اللي بتكلم فيه بس انه المحترف انا كان عندي معاه مشكله واحده، وارد ان انا النهارده اكون موفق، وارد ما اكونش موفق. كان عندي معاه مشكله واحده وعايزه حضرتك برضو نتكلم مع بعض في الجزئيه دي. في مباراه الاهلي الاولى اللي كانت على صاله الزمالك، انه شويه كان مركز في فكره انه في نقاشات كده جانبيه او حوارات جانبيه مع لاعبي الاهلي، وده مش صح. طبعا يعني المفروض ابقى بكامل تركيزي داخل الملعب، لانك محترف عليك عبء كبير جدا، وارد انك تبقى مش موفق. ما انا مش جايبك اجلدك يعني، ما انا في لعيب بيبقى موفق النهارده مش موفق النهارده. دي كانت مشكلتي معاه، يعني مش مشكلتي مع انه ضيع وي وي وي، ده وارد خلاص، انت النهارده يعني داي اوف مش يومك. لكن بتشوف ازاي ان انا النهارده اشتت نفسي في حوارات جانبيه؟ لا، ما هو زي ما انت قلت، هو محترف، ده راجل جاي بخبرته، الراجل ده بتهيألي هو لعب NBA في فتره من فترات افتكر، ولعب في اوروبا ولعب في حاجات كتير جدا. لعيب زي ده متكامل، ان هو انا النهارده جبت 20 بونت، بكره رجلي مش شايلاني، طيب انا هعمل ايه؟ انا هساعد زملائي، هعمل اساس، هخش سلالم. انا برضو على فكره في محترفين بيصروا ان هم يشوطوا، يعني كان في محترف عدى في زمان كان هداف، بس لو قفلت معاه هو شاط له 40 شوطه ما جابش ولا واحده. بالظبط كده. لكن هو ان انا احتك بلعيبه الاهلي ولا باي لعيبه تانية، ما انت على فكره معروفه في كل الرياضات بيتكلم كتير ملعبه وما فيش، يعني وضع ان هو مش قادر يلعب، فهو الجهاز الفني لازم يحجمه في الحته دي. انا محتاج منك تطلع لي ستاتستكس بالشكل الفلاني، اسيست قد ايه، بتعمل ستيل قد ايه، بتعمل باسكت قد ايه، ويمكن ماديا يبدا يقيم بقى، لان انا هبدا اضغط عليه ماديا في الحته اللي بتوجعه. لا، هتشتغل معايا بالمنظومه دي اهلا وسهلا بيك، انما تفتكر انك انت هتجيب 40 بونت وتخسرنا، طب ما فرحتي. لكن طبعا هو يروح يحتك بالفرقه الثانيه، وحتى لو انا عندي ناشئين، طب ما على فكره اللي بيحصل في النادي عندنا وفي انديه ثانيه، انت لما الماتش بيحتد هتلاقي كل الناس سابت الكوره وراحت تتكلم على الحكم، صفرت دي ما صفرتش دي. ما عمرنا ما كنا بنتكلم على الحكام، لما بنتكلم كتير والله بنخسر، هي معروفه يعني. فهو كمحترف لازم يعيد حساباته، لو السيزون ده عايزين نطلع لازم يعيد حساباته، طالما هو موجود في الفرقه لازم يعيد حساباته.